أما أنك تجد كلمات تشاع هنا وهناك بأن انهزامية تسري في أوساط المسلمين، فإن شئت أن تقر بذلك أو تقرره فارجعه في مبدئه إلى ذلك الانفصام بينما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الاستمساك بحبل الله وبالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وبين إدراكه لكتاب الله عز وجل وبين قدراته العقلية وملكاته، هل أطلقها كما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه لتمتد إلى آفاق هذا الوجود تتملى آلاء الله وتسبر أسرار حكمته في خلقه وما أودعه في هذا الوجود من دلائل وحدانيته عز وجل، أم أنه صرف هذه الطاقة الهائلة التي هو مسؤول عنها إلى غير المصرف الذي كان الشرع قد أمره أن يسلك بها فيه؟ فإن الانهزامية التي عنون بها هذا اللقاء المبارك لا تأتي إلا من وهن في الإيمان، ولا يكون الوهن أفظع وأكلح وأقبح أثراً من الوهن العلمي من حيث إدراك العقيدة بمعانيها ومقاصدها، ومن حيث الاستلهام من وحي الله سبحانه، ومن حيث صون مصادر المعرفة والتلقي لدى المؤمن، لأن هذا المؤمن عقله ليس مشاعاً تصب فيه تيارات الثقافات المختلفة، ويكون وليس مشاعاً لأن يكون وعاءً يتلقى ويقبل إفرازات المجتمعات البشرية غثاً ما كان منها غثاً أو سميناً، بل إنه مطالب أن يحاكم الأوضاع البشرية كلها وأن يكيف الدنيا لا أن يتكيف معها، وأن يقبض بأزمة السيرورة البشرية ليقودها قيادة ربانية ليخرجها من الظلمات إلى النور. فتخلي المؤمن عن هذه الرسالة العظيمة وهو أنه فرد في أمة أرادها الله أن تخرج خير أمة للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، ثم بعد ذلك قل ما يحلو لك من مظاهر لتلك الانهزامية النفسية لتجدها ماثلة في تلك الفرقة والتشتت والخلاف والنزاع والشقاق، مع أن القرآن الكريم يتلوه المؤمن ويقرأ فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.